هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كتاب العلوم، الصف الرابع، الفصل الأول، الوحدة الرابعة، خصائص المادة، الدرس السابع، التغيرات غير الدائمة، من صفحة 60 إلى صفحة 61. التغيرات غير الدائمة. المادة هي الاسم العلمي الذي يصف ما يتركب منه الشيء ويقوم به. تعرفت سابقا أن المادة توجد في ثلاث حالات: صلبة وسائلة وغازية. فالماء مثلا يوجد في الحالة السائلة بين قوسين الماء، والحالة الصلبة بين قوسين الجليد، والحالة الغازية بين قوسين بخار الماء، حيث تظهر في الصورة كوب من الماء، والماء الذي في الكوب أو في الكأس هو في الحالة السائلة. في الصورة المجاورة يظهر بخار الماء وهو الماء في الحالة الغازية. في الصورة الثالثة مكعبات من الجليد أو بين قوسين الثلج، وهو يمثل الماء في الحالة الصلبة. 1. كيف يتغير الماء من حالة إلى أخرى؟ 2. كيف يمكنك إرجاع الماء إلى حالته السائلة إذا تغيرت حالته إلى غازية؟ 3. ما الذي يساعد الجليد على تغيير حالته من صلبة إلى سائلة؟ عندما تنصهر المادة أو تتجمد أو تتبخر أو تتكاثف فإنها تغير حالتها، ويمكن وصف تغير حالات المادة بأنه من التغيرات غير الدائمة، لأننا نستطيع إعادة المادة كما كانت من قبل. فمثلا إذا بردت بخار الماء فإنه يتكاثف ويعود مرة أخرى إلى الحالة السائلة، أما إذا سخنت الجليد فإنه ينصهر ويعود مرة أخرى إلى الحالة السائلة. في صندوق المصطلحات الرئيسة في رأس الصفحة: تغير في حالة المادة، غير دائم، ذوبان. ننتقل إلى الصفحة التالية، صفحة رقم 61. عند خلط مواد مثل الملح والسكر في الماء فإن كل منهما يذوب في الماء ويختفي ولن نتمكن من رؤيتهما في الماء، وبالرغم من ذلك فإن كل من الماء والملح أو السكر ما زال موجودا إذ لم تتغير هاتان المادتان ولكنهما خلطتا بالماء. وفي حال ترك خليط الماء والسكر في مكان دافئ فإن الماء سيتبخر تاركا خلفه حبيبات السكر على شكل بلورات. فالذوبان إذن هو من التغيرات غير الدائمة. تظهر في الصورة في الأسفل مجموعة من بلورات السكر. عندما يتبخر الماء من مخلوط الماء والسكر فإنه يترك خلفه السكر الذي يعود من جديد إلى حالته الصلبة ويترسب على شكل بلورات صلبة كما يظهر في الصورة. 4. صف كيف يمكنك تمييز تغير المادة الدائم من غير الدائم، ثم ناقش زملائك في الأفكار التي تتوصل إليها. التمارين: 1. صف التغيرات التي تشاهدها في الصفحة رقم 43 في كتاب التمارين، وفي كل تغير منها حدد السبب الذي أدى إلى حدوث التغير مبينا إذا كان التغير دائما أم غير دائم. 2. تنبأ بالتغيرات التي ستحدث ثم حدد ما إذا ستكون تغيرات دائمة أم غير دائمة. أكمل الجدول الموجود في الصفحة رقم 44 في كتاب التمارين. 3. ما النمط الذي يمكنك استقراؤه من الجدول؟
استعن بالنتائج التي تتوصل إليها لتقديم استنتاج عام عن التغيرات غير الدائمة. في صندوق ماذا تعلمت؟ 1- بعض تغيرات المادة هي تغيرات غير دائمة، إذ يمكن للمادة فيها أن تعود إلى حالتها الأصلية قبل حدوث التغير غير الدائم لها. 2- تغير حالة المادة والذوبان هما من التغيرات غير الدائمة.